نفذ أهالي المناطق المحيطة بمنشآت النفط في البداوي اعتصاما أمام مدخل المصفات، وذلك احتجاجا على قرار وزير الطاقة جبران باسيل الذي قضى بتعيين ما يقارب 20 موظفا محسوبين سياسيا على قوة ماني أذار، وهم جميعا من خارج أبناء هذه المناطق. المحتجون قطعوا الطريق أمام منشآت النفط في المدينة، كما أقفلوا الأبواب بسياراتهم مانعين العاملين من الدخول إلى وظائفهم. هذه الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ العام 1990، وعملها بيختصر على استيراد المازوت وتوزيعه إلى البلد. نحن بنعتبر هذا القرار هو ضرب لخزينة الدولة، هو نوع من محسوبيات قبل الانتخابات النيابية، وخصوصا أنه معروف القرار كيف اتاخذ لإرضاء مناطق معينة يمكن بده التيار الوطني الحر يعوم حاله فيها لأنه عم يفشل فيها بالانتخابات. بنتمنى على رئيس الجمهورية يتدخل سريعا لتوقيف هذا القرار، لأنه هذا القرار لن يمر. في المقابل دان عمال الشركة التحرك، مطالبين كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب بفتح الطريق والسماح لهم بممارسة عملهم.